قصص إنسانية كثيرة في مدينة الموصل تحكي مشوار حياة طويلة لأصحابها. إحدى هذه القصص لمواطن كان يعمل سابقا بنجارة وصناعة الغرف الخشبية، إلا أن العمليات الأمنية والعسكرية في مدينته غيرت حاله وجاءت عليه. أنا أشتغل نجار غرف موبيليا، وبعد ما احتلال داعش يعني اتجهنا، ضاقت الأمور وبطلنا النجارة مع الغرف وصارت الشغل شوية ضعيف. ضيق الحال لعلي وجلوسه في البيت بلا عمل دفع أحد سكان الموصل إلى تأجير محل صغير له ليعمل في مجال الديكور وصناعة المجسمات الخشبية بعيدا عن عمله السابق. اتجهت على ديكورات، يعني هاي ديكورات مجسمات مع الحدائق بطن البيت، يعني هالشغلات، السيارات والبازقلات، عرباين بيها قحوفي، بيغ نافورة ناعوه عمته. علي تحدث عن ضيق المعيشة بعد كل ما جرى ويجري في مدينته، منتقدا سياسات الحكومة وإجراءاتها والتي أثرت عليه وعلى أمثاله بشكل مباشر. كنا نشتغل الشغل ما شاء الله كان فول، بس هسا لا والله، هسا شوية كل مرة يطلعونا بشيء، يعني لو كورونا لو ما عرف إيش، لو يصعدون الدولار خلوا الناس كلها توحد، يعني خاصة لما صعد الدولار الله وكيل ثلاث أرباع النجارين قعدت. قصة علي هي واحدة من قصص كثيرة في الموصل والتي تعكس معاناة أهلها الشاخصة حتى اليوم، لتشي بوضوح على زيف الوعود الحكومية بإعمار مدينة الموصل والتي بقت مدمرة ومحملة بآثار حروب وقصص إنسانية مؤلمة.